كابكوم شركة عملاقة جدا، لكن اللي ما نعرف عن كابكوم مو بس عندهم ريزيدنت ايفل وداينو كرايسس، عندهم العاب اسطورية للاسف وتم السحب عليها. اليوم يا جماعة الخير راح نرجع نلعب سلسلة قديمك نديمك ولو حتى الجديد اغناك. السلسله هذه اخر مره نزلت عنها مقطع في 2019 حرفيا، فبعد 3 سنين يا جماعه الخير رجعنا نلعبها مره ثانيه للسلسله، واتمنى دعمها من كل قلبي لانه هذه السلسله جدا جدا عزيزه على قلبي. واليوم راح نلعب لعبه كلوك تاور 3، هذه اللعبه من اقتراح دعمت التميز صالح الشريف، شكرا لك على دعمك. فقبل ابدا المقطع يا جماعه الخير لايك واشتراك تفعيل زر التنبيهات ويلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. دقت جرس برج الساعه. طبعا المقطع ما راح يكون تختيم اللعبة، سلسلة قديمك قديمك راح ترجع في ألعاب كثيرة، فكل مقطع راح يكون عندنا لعبة جديدة، وأحيانا في مقطع واحد يكون لعبتين أو 3 ألعاب. ف كلوك تاور 3 عزيزة على قلبي، ودي إني أتكلم وأتفلسف فيها. نعم. أطول كاتسين في اللعبة هذا، إذا ما كنت مختم اللعبة ما يمديك تقطعه. لكن أنا بشرح لكم القصة بعد ما يخلص هذا الكاتسين. That I sent you away to boarding school and told you not to come back for at least 6 years without giving you any explanation. It must have been very painful for you, and I'm sorry, but it was for your own protection. Now, your 15th birthday is approaching, and I fear your life may be in danger more than ever before. Please go into hiding until your 15th birthday has passed. I know that what I am saying will make no sense to you, but please do as I tell you and hide as quickly as you can. Your loving mother, Nancy. Mum. Alyssa, you're wanted on the telephone. It's your mother. Hello, Mum? Hello? Are you there? What's wrong? Answer me. Hello? Hello? Mum? Hello? Mum? Mum? Answer me. Mum, I'm back. Excuse me. Are you one of the lodgers? Yes, I am. Oh, I'm Alyssa, Nancy's daughter. Do you know where my mother is? Your mother has gone out. That was early yesterday morning. Huh? She mentioned that she would not be coming back for some time. What? She was wrong. She won't be coming back at all. So it's just you. You are all alone in this world now, little girl. My sweet Alyssa. I've been waiting so long for this moment. Get away from me! الآن بنشرح القصة باختصار شديد. اللي صار أليسا جت رسالة من أمها قالت لها اتركي القصر وروحي للمدرسة وعيشي هناك لين يصير عمرك 15 سنة، لا ترجعين أبدا. أنا ما عندي أي تفسيرات أقولها لك حاليا يا بنتي، لكن لا ترجعين. هذا اللي صار. بعد ما صار عمرها 15 سنة جاها اتصال أنه هذه أمها، تكلم أمها، أمها ما ترد عليها، فمباشرة شالت أغراضها من المدرسة وجت مرة ثانية على القصر حقهم، إلين قابلت هذا الرجل الغريب اللي قال لها أمك رحلت أمس وما راح ترجع إلا بعد فترة. بعدين رد قال لها ما راح ترجع أبدا وراح تبقين أنت لحالك يا مسكينة في هذا العالم الكبير. فراح نعرف قصة هذا الشخص ممكن في نهاية اللعبة، فإذا حابين يختمها في القناة وصلوا المقطع 1000 لايك. بالنسبة لسلسلة قديمك نديمك، أنا ودي إني أتكلم وأتفلسف فيها أكثر ما إني يعني أتكلم عن اللعبة أو إني كأني قاعد أختم أسلوب تختيم، يعني أبغى أعيش الماضي يا جماعة الخير. هذه اللعبة يوم كنت ألعبها أنا كنت ألعبها
وانا صغير. انا ما لعبت ب 2002، لعبتها تقريبا ب 2005 او 2006، والله اعلم اذا ما خاب ظني. يعني من الالعاب الجميله جدا، الالعاب اللي كنت اجتمع انا واهلي ايام كانت صراحه رهيبه. كنا نجتمع في غرفه، شاشه براس نلعبها، نوسع صدورنا، نحاول نحل الغاز، الوحوش اللي تطاردك. فاللعبه قصتها جدا جدا جميله، واتمنى من كابكوم تسوي ريميك على الاقل للجزء الثالث. انا ما طالب الجزء الاول والثاني، الاول ابو مقص يطاردك، يعني كان شيء مرعب ما اخفيكم، يعني شخص كذا معاه مقص قاعد يطاردك، وتعتبر شيء جديد في اللعبه، يعني ما كان يعني شيء يعني موجود في عالم العاب ايامها. اعتقد حتى كلوك تاور هي اللي اخترعت سالفه المطارد، فلعبه كلوك تاور والله اعلم هي اللي اخترعت سالفه المطارد في الالعاب. اذا معلومتي غلط صحوا ليها في التعليقات. فالان نلعب انا كلوك تاور 3، شيء صراحة رهيب جدا ويعيد لي ذكريات جدا جدا كثيرة. وبالذات قصة اللعبة، قصة اللعبة اللي تتكلم عن دقيقة، هذا نفس الطريق اللي من باب ثاني. لا ما عليه طريقنا من هنا الآن، طريقنا اني اجي هنا واضغط اكس على هذه العلامة عشان اقدر عشان يصير هذا الكاتسين قدامكم. قصة اللعبة ترى تتمحور بين حقبات كثيرة، يعني انت بين حقبة معينة تروح الى حقبة حرب عالمية، تروح الى حقبة 1960، تروح الى حقبة 1950، يعني في تغير بالحقبات، يعني فتحارب وحوش. ومن ضمن الحقبات في بعضها قصص حقيقية، يعني مثلا الشابتر الثاني، يا الشابتر الثاني كل ما اتذكره قلبي كذا، يعني كيف يعصرني قلبي على الموضوع. اتذكر الشابتر الثاني كان جدا جدا مؤلم، على قصة في بحقبة 1976 في دولة روسيا. الشخصية وأقول لكم ما راح أتكلم عن قصته، في حال كملنا التختيم بقول لكم القصة. ترى أنا حافظ القصة كاملة حقت اللعبة من حبي لها. طبعا بالنسبة للمكان اللي جيت أنا حاليا، كان في زي التعويذة عند الباب ما أقدر أكسرها، فيوم لمستها ضرب كهرباء في البيت لدرجة طفت النار وفتح لي طريق سري تحت النار. وزي ما شايفين قدامكم الآن هذا التمثال اللي يرمز لأمها، الأم إليسا اللي هي أمها النانسي. فانكسر التمثال وطاحت منه شيء، رسالة من أمها زائد العلبة. طلع فكرة الرسائل في اللعبة جدا جدا طويلة، يعني يقولوا لك قصة حرفيا فيها. نانسي لتر، هذه قصة أمها. ديرز إليسا، I wanted nothing more than for you live peacefully, but if you are reading this now you must have come back to this house. طبعا باختصار الرسالة هذه أمها قاعد توضح لأليسا أنه أنتي، أنا أبغى تعيشين في سلام يا بنتي، وإذا أنتي قريتي الرسالة هذه فمعناتها أنتي رجعتي للبيت، فخذي هذه العلبة، هذه العلبة راح تساعدك جدا في طريقك في العالم هذا، أنتي راح تكونين لحالك من الآن وصاعدا. يعني هذا مفاد القصة باختصار شديد، بس تعليم لأليسا. الآن بعد ما أخذنا العلبة هذه راح تساعدنا جدا، راح نرجع للباب اللي هو هنا، هذا هو اللي انتم شايفين قدامكم، ونعطيه رشقة من المياه. طبعا هذه الغرفة محجوزة بتعويذة اذا ما خاب ظني، الممر اللي يودي على غرفة ام اليسا، امها نانسي. ريست روم ما يمديني اجيها، محطوط عليها زي التعويذة لكن السوداء اللي مو شغالة الان، تشتغل معاك اعتقد بوسط اللعبة او نهايتها تصير زرقاء تقدر تكسرها. ما لا ما تقدر. طبعا فكره ممكن تشوفون الجرافيكس ممتاز، انا ممكن تشوفونه وكل بدري، يعني كانيميشن وكشكل وهذا كرتوني ادري، لكن انا اقصد جرافيكس ممتاز، انه الجوده اتش دي، لانه الايميليتر هذا انا مخليه شغله جوده اتش دي باختصار، او 4K بشكل عام وليس اتش دي حرفيا. هنا تشوف صوره امها وهي وجدها. مسكينة إليسا. مام، I came back home. وين أمس؟ I know you told me not to, but I couldn't help it. I'm so worried about you. Where are you, Mom? طبعا هي بالكلام كانت تقول إنه أمي أنا رجعت البيت، أدري إنك قلت لي ما أرجع لأني يصير عمري 15 سنة حكم، لكن أنا رجعت يا يما، يعني لأني صراحة كنت قلقانة عليك بشكل عام. وتشوف صورة الشخص هذا اللي شافناه قبل شوي.
بالقاعة. اشتغلت الموسيقى. الآن هي مصدومة، الموسيقى قاعد تيجي من كل مكان بس مي عارفة من وين. طبعا هنا الآن انتقلنا لحقبة الحرب العالمية الثانية، الحقبة هذه اللي راح تكون في مدينة فرنسا. نعم، أنا ممكن ما شرحت شيء معين، ترى اللعبة رعب، اللعبة رعب، وأعتقد وضح لكم ذا الشيء، بس في ناس مثلا ما تعرف ترى اللعبة رعب. من أجمل الألعاب صراحة. أنا عندي كلوك تاور 3 أفضل من هانتينج جراوند اللي برضو كابكم طورتها واقتبستها من آشلي. تخيلوا ريزيدنت إيفل 4 آشلي كان مفروض يكون معاها كلب، فأخذوا الكلب هذا وحطوه بلعبة ثانية اللي هي هانتينج جراوند مع فيونا، سموه الكلب هيوي. تخيلوا آشلي كان يكون معاها كلب، لكن تم الغاء هذه الفكرة. هذه حقبة الحرب العالمية الثانية في مدينة فرنسا. انت راح تكونين قريبة للموسيقى. ترى على فكرة كل قصة من قصص اللعبة حزينة جدا، ترى يعني أنا ما أذكر قصة ما كانت حزينة حرفيا، كل شابتر لازم يكون حزينة، مع أنه زي ما ذكرت في البداية المقطع من أكثر القصص الحزينية من أكثر القصص الحزينة في اللعبة هي قصة الشابتر الثاني، تلمس قلبك حرفيا، تلتمس قلبك. أوه هنا صح، هنا فيها اللعبة فيها نظام بشرح لكم الآن، لكن خلي يصير بس كم ثانية بشرحها. ايوه فيها اللعبه نظام اشباح. طبعا الاشباح الزرق في اللعبه فيه انواع من الاشباح، الشبح الازرق هذا يكون حق فديه، يعني يبغاك هذه روحه باختصار، هذا الجسد حقه اللي تشوفونه في الارض، هذا الجسد حقه، فلازم اجيب له شيء للجسد علشان يخليني امر. وش الشيء اللي يبغاه؟ يبغى الخاتم حقه، مو هو ميت وكان جنبه زي الصندوق، فالخاتم. هنا قاعد يشرحوا لي الاشباح والنظام حقهم، انا اوريدي شرحت لكم اياه يعني. تن 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 انقلع شوي. يبديك ترى على فكره، يبديك اسمه يبديك تكب عليه المويه وتحرقه، من المويه هذه مياه مقدسه على اساس. على فكره بقول لكم شيء صدمه، انا ما حبيت اقول في المقطع، ترى هذه المره الثانيه اللي قاعد اعيد اللعبه فيها. نعم سجلتها امس واليوم بالغلط حذفت المقطع، كان معي اخوي الغالي يحيى، بالغلط حذفت المقطع للاسف، والان قاعد اعيد. بالنسبة للشبح يوم انك تحط الغرض حقه يعطيك برضو جائزة، الجائزة اللي اعطاني اياها اعطاني زي المجوهرة. في ميزة المجوهرة في اللعبة انها تخليك تاكل ضربة وتصدها زي الصد، ما تتأثر يعني فيها. وصلنا للمسرح، دار الأوبرا. اوكي هناك في غرض تحت تشوفونه، ترى في شبح ثاني يجيني، واعتقد الغرض هناك القلم اذا ما خاب ظني، ماني متاكد لكن بنشوف بعد شوي. اشوى حسبت نفسي ما جبتها صح. طبعا فكره المي تحتاجها في اللعبه، يعني الواحد يحاول يقنن يعني المويه ما يستخدمها الا بالاوقات اللي فعلا فعلا تحتاج انك تستخدم المويه. اوه هنا في واحد، يوه لازم انزل تحت واخذ القلم واحطه عند الجثة، بس المشكلة الان ينطحني احيانا زي كذا. انقلع بس القلم، يب يب القلم. ترن ترن ترن، لا تقولي اي خلك 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 وراي يا اخي، لا تسوي سكيب، يوه سوى سكيب، الان يطلع بوجهي.
أنا رايح أحط لك القلم ترى على فكرة، أنك أنت تسوي الحركات ذي ترى ما لها داعي. بالنسبة للعلبة هذه اللي فندر، اللعبة فيها نظام أنك ما تتألم، ما تأكل دمج وتعالج نفسك، لا اللعبة فيها نظام خوف رعب، فالليفندر يقلل الرعب فيني. انفيزيبل باند، اوكي هذا الخاتم برضو يخليني اختفي. فيها بعض الايتمات واشياء رهيبه طرف اللعبه. ترى على فكره الثلج ما كان يبين، يمكن نلعب ايام بلاي ستيشن 2 لكن مع الجوده اللي حاطها انا ال4K قاعد يبين. يا اخي اول اصلا كنا نلعب بجوده 144 يا جماعه الخير، مو 260 بدي 220 360 الان في اليوتيوب. شوفوا اقل جوده في اليوتيوب حطوها، كنا كذا نلعب ايام بلاي ستيشن 2 انه شاشه ابراس ما تدعم يا رجل لا 360 ولا 480 ولا اي شيء. افتح الباب، الباب هذا صح. الان انا كبيت مويه على احد ثاني ولا لا؟ لانه احتاج مويه ترى على فكره. ليفندر، هي ليفندر كويس كويس، ليفندر ووتر هذه تشربها علشان تقلل الرعب فيني. هنا مكان اختفي اتخبى فيه. الباب هذا مقفل، ما احتاج اني اتخبى الان لكن بعد شوي راح احتاج. باختصار الان الطريق حقي راح يكون من هنا حرفيا، لكن قبل لا اروح ودي اني افتح هذا الباب. حلو، والمفروض ما تجي الان ترى هذا الباب، المفروض يعني تشوف الكاتسين لكن مره واحده، انه هذا الباب راح يكون زي الضيق عليك. بما اني جيت هنا وجيت هنا اقدر اخذ المفتاح الان. The red doorway key. اوكي ما في شيء ثاني اعتقد هنا، فنطلع الان نرجع. بس يبغالي مويه حرفيا، ما بقى معي مويه لكن عادي ما يخالف، ما اعتقد اني بحتاج مويه. المويه ترى زي ما ذكرت تفيدك على الابواب وتفيدك على الوحوش برضه. بخليكم تشوفون الكاتسين هذا، استمتعوا فيه. متى يا وليد؟ الآن أصبر، الآن استمتع فيه. طبعا هذا الكاتسين يوريك انه رجل الفأس هذا قتل البنت المسكينة ذي. هذه شخصية وجدت على ايام الحرب العالمية الثانية في فرنسا، كان يذبح الناس لكن مو في الحقيقة يعني في اللعبة فقط باختصار شديد يعني. دقيقة دقيقة يا صاحبي دقيقة، خلني افتح هذا مرة واحدة يعني مرة واحدة تكفى الله يخليك. ميرومكي، اوكي المشكلة لازم الان اخذك معي فرة. أليسا تعال. يا انه هذا كان مرعب، كان هيبه من الذين ايام اول كنت يومني اوصل على الكاتسين حق البنت الصغيره ذيك المسكينه. والله انها حزينه قصتها ترى، كنت اوقف اللعبه حرفيا ما كنت اكمل، كنت اوقف واطفي اللعبه. اصلا اذكر اول مره يوم اخذت الشريط من عند ولد عمتي اذكر اني رجعت له اول ما وصلت عند الوحش هذا، قلت له يا حبيبي ما ابغى خلاص انا استسلم ما ابغى. تعال انا جيتك هنا عشان ترى شو اسمه، لانه كابكوم فللاعب ستيف 3 كلاسيك راح اتذكر بعض المشاهد في اللعبه هذه بالنمسس المسكين اللي كل مره جل تعلموا الشغل يعني في كل مناطق. فاللعبه هذه تقريبا نفس النظام يعني تقدر تستغل البيئه المحيطه فيك لصالحك. دقيقه وش اخذت؟ انا اخذت مفتاح الغرفه حق البنت. اي نعم 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 نعم، فغرفه البنت. انا يا اخي الى الان في شيء ما استوعبه ترى، البنت كانت في غرفتها ضربها على راسها وذبحها هنا. تخيل انك تحتاج تجيب مفتاح غرفه البنت، طيب الغرفه مفتوحه قبل شيء البنت طلعت منها. اسال كابكم، فاحنا جبنا المفتاح الان ما يخالف.
شيء غريب والله العظيم، يعني شيء جدا غريب. طبعا كل السالفة هذه عشان نجي ناخذ المي ديري. مي ديري مسكينة ترى، البنت هذه البنت قصتها مسكينة. بنت تحاول انها تتعلم انها تعزف وتكون عازفة ماهرة، فكان ابوها دائما يشجعها الين جت الحرب عندهم في فرنسا، فاضطر انه ابوها يو اليسا. انت كيف عرفت اسمي؟ ما ادري والله العظيم، ما ادري كيف عرفت اسمي. يمديني استخدم شيء عليه؟ اي يمدي. تعال تعال تعال، يمديني اكب عليه مويه بس ما عندي مويه. اليسا انقله بس. سلج هامر، اسمه سلج هامر على فكره، عشان لا انسى. خلاص الان احنا طرحناه، فاكمل لكم. فجت لابو يعني دعوه من الجيش انه يلا امشي على العسكريه يا خوي، ما في. فاضطر انه يترك بنته. قالت له بنته اني انا اوعدك يا ابي اني انا راح اخذ الاولى في الـ في الـ في الـ في العزف في البيانو، واذا اخذت الاولى هي في اللي في ياخذ الاولى في عزف البيانو يطلعونه على الراديو. فقالت راح اخذ الاولى يا ابي علشان تسمع لي. هذا لا شبلي للآن. يا ليل الليل، تعال. غريب الموسيقى ما اشتغلت. ف ما راح اتكلم واحرق اكثر من كذا في القصه حقت الشابتر الاول على فكره ترى هذه، لانكم بعد شوي يعني راح تشوفون كل شيء ان شاء الله تعالى. الله انك نشفه ماشي، ذي كانت تخوفني يا اول. اختفى خلاص يا يختفي انه يطلع لي قدام الان. لا بس صح صح، انه يطلع كاتسين عشان كذا ما يجي. وصلنا للمسرح حق الموسيقى. يو الفراشات دي ترى دارت دمجك. وتقفل الباب. اوكي. في هنا سيف داتا اقدر اسجل. خليني اسجل. مرة واحدة. طيب بدينا نسجل عن طريق المحاكي، لكن ابغى احافظ على 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 الماضي يا جماعة الخير. هذه انا مختم اللعبة فيها، بس ما يورونك التاريخ متى. مختم اللعبة بست ساعات. هنا ماني مسجل، فخلاص سجل الثانية. يو والله يا ايام. ايام. ايام كانت جميلة حرفيا. صح هنا الليفندر صح؟ يو والله. اكيد بتذكر اني اصلا امس لعبها. هنا الباب صح؟ اي هنا. ترى احيانا اخطي وانسي. يوم دخلت طفت الموسيقى. عرفوا ليش طفت الموسيقى؟ عشان تشوفون هذا الكاتسين. غريبة، ظلام. ظلام مرة. اوكي لا اشتغل النور. انا على كل حال برفع لكم الجودة في اللعبة في المونتاج. هذه البنت المسكينة أو روح بنت المسكينة اللي ذبحها قبل شوية السج هامر. حياك الله أليسا. تحب تستهبل واجد ها؟ طيب وريك الشغل كيف الآن. تعال حياك الله. ترى على فكرة يضرب من بعيد حتى يدمجني. قلت لكم اللعبة ما تعتمد على الدمج، تعتمد على الرعب. فهذا عداد الرعب قاعد يتعبى قدامكم حاليا. ليتني مسجل بجرين سكرين اللعبة، لأنه الكاميرا بضطر نحطها بجهة ثانية بسبب عداد الرعب اللي جاي فوق على الزاوية. يلا عادي ما يخالف. دائما انسى شيء مهم. يوم تخلص كذا رجع هذه.
مهم جدا انك ترفعها ترى. بسرعة 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 بسرعة. ادري ادري خذ 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 الغرض. وش الغرض هذا؟ انوت اوف. اوكي هذه هذه ايوه هذا هنا كلمه السر. طبعا كلمه السر من طلع من الكلمتين اللي تحت الثلاث ارقام اللي هي كلمه باد. لازم تطلع ثلاث ارقام. باد اول حرف بي، مو بي معليش، اول حرف بي اللي هو واحد. الاي وش يمثل؟ الاي يمثل صفر سواء في الارقام الاولى وحتى في الارقام الثانيه في الترتيب. فواحد صفر. الاخر شيء دي اللي هو ثلاث. واحد صفر ثلاث كلمه السر. اكب عليك مويه ترى، او بحاول اني اهرب من عندك يعني. وينك؟ اوه كان تصدقون لو اني زابن كان ما جاني؟ كان مضيعني الاهبل. حياك تعال. لازم بسرعه 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 بسرعه. محترم يا رب انك تختفي، يا رب انك تختفي. بسرعه 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 بسرعه. هنا هنا هنا. واحد صفر ثلاث. الماستر كي. او صح نفس المسرح كان في باب اصلا مقفل. انا لسه ما شيكت عليه. وين بتجي بس علمني. والله داري سبتك تجي من قدامي يخرب بيتك. بس حسيت انك راح تجي من جهه ثانيه. وير ار يو؟ ترى على فكره يقول ذا الكلام اليسا وير ار يو يكون ضيعني ترى على فكره. عشان اوضح لكم ذا الشيء يعني. هذا الباب صح؟ اي هذا الباب نعم. لا مو من هنا. طريقي مو من الان، مو من هنا. طريقي الان من هذه الجهه الان في البدايه. اليسا لعل خيرك. انا توقعت انه ما يهون. ما مو هنا يجيني. ترى على فكرة عشوائية ترى يطلع لك. عشوائية يطلع لك وأنا الآن في 2023 أعرف إنه يجيك عشوائيا. والله إنه الآن أعرف يا جماعة الخير. متخيلين؟ رجع. الآن أعرف إنه يجيك عشوائي. يخرب بيتك. يخرب بيتك. والله ابدا ابدا ما كنت مستعد له نهائيا. من الاشياء اللي كانت مزعلتني بالحلقه اللي انحذفت انه كنت منخرش في بعض اللقطات وما كنت اتوقع نفسي منخرج خلاص انه انا عارف الجمب سكير راح يجيني. لكن صدمني الان جانب مكان عشوائي ألف. شوفوا يا كابكم انتم مسوين لعبه يطلع الوحش فيها عشوائي وسويته لعبه ب 2021 اللي هي ريزد ايفل 3 ريميك والنمسيس ما هو عشوائي سكريبتد. عارف انه راح يجيك هنا، عارف انه راح يجيك هنا، عارف راح يجيك هنا. فسبحان الله يا اخي، سبحان الله يا كابكم. يعني صراحة يعني سيء علي مليون علامة استفهام. استاذ شوف نور والله العظيم ناقص زي الاهبل يعني. والله هذه الضربة من نفس اللعبة ضربة غبية جدا. تعال وينك؟ ما صح ما يحتاج انتظر، اضغط اكس بس. متأكد ان انا لك؟ متأكد؟ تفضل. اخيرا يا شيخ. دقيقة هو وينه؟ صح 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 مو من هنا، من هنا اصلا. نعم. دنقي امشي. You're mine now. عاد شوف العداد هذا الان ابغى ينزل بسرعه، ما ينزل بسرعه. اوكي انفيزبل بايند ممتاز. صار عندي حبتين منه باختصار يعني. الان نروح مع بابنا هذا ونكمل طريقنا. طريقنا طبيعي جدا. دقيقه طريقي الان من وين انا؟ اي صح صح برجع برجع نسيت والله. بنرجع الان ونروح إلى هنا. والله أني خايف يجيني الآن مرة ثانية. ما له داعي يجي صراحة مرة ثانية، والله ما له داعي صراحة بكل أمانة يعني. في هنا خزن ترى يمديني أتخبى، يمديني أطيح هذه عشان أخليه يجيني.
على فكرة ترى يسمع الأصوات اللي ما يدري. يا ساتر يا عبي العداد، فل ما شاء الله عليك. طيب طيب شكله بيخرجني، شكله بيخرجني، معاي مجوهرة أنا وأموري طيبة. لكن شو اسمه هنا أذكر يطلع من الباب يخرجني يسوي لي جنبه داري. أي والله ترى فكرة لو أني لابس الخاتم كان ما كان سوالي جنب سكير، بس المشكلة الآن هنا أنا قدامك. كويس كويس ديفندر واجد يمديني أنقص الرعب حقي اللي جاني منه، بس بالوقت الحالي ما راح أنقص لين أخاف يضربني مرة سريع، يضربني بسبب لي رعب. يا رب يا رب يمدي 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 يمدي. شايفين هذا الطريق؟ هذا الطريق لو اني انا ما يرافعه راح اضطر اني ارجع. طبعا كل الموضوع جيت علشان اخذ الكبريت اللي قبل شوية اخذتها. نسوي كذا باختصار. You're mine now. أليسا. يلا بسم الله. طيب يمديني اطيح نفسي. بس ليش اطيح نفسي؟ ليش اسوي ذي الحركة؟ لا 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 لا. اوكي. بسم الله بسم الله. واحد. اثنين ثلاث. اوكي خلاص الان جينا عشان ناخذ الزراديه هذه. ليش ناخذها؟ انا في باب ما وريتكم اياه في نفس المنطقه حقت البنت اللي ماتت، كان في باب نظام سالنت هيل ذا روم محطوط عليه اسلاك، فاخذنا هذه الان عشان نروح لا 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 ايوه اخذناها عشان نروح للغرفه ذيك. يلا 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 يلا. لا 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 ايوه شطوره. كملي كملي طبيعي طبيعي طبيعي. يا سلام بتطيحين هنا ما لها داعي ترى. يو الفراشه هنا تجيني. اوه هذه الفراشه ترى تعلم 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 ذاك على مكاني. اي صح تذكرت تعلمه على مكاني. مستانس ها. يور ماي ناو. هاك. ما احتاج المويه الاخيره عشان كذا اعطيته اياها. يا اخي كل ما اتذكر قصه الشابتر الثاني احزن والله يا جماعه الخير. والله قصه حزينه ومرعبه جدا، كانها كانت تسبب لي رعب مو طبيعي مو طبيعي جدا. قصه الشابتر الثاني انا بقولها يعني باختصار شديد، شخص طلب من عيله تجلس يجلس عندهم، لكن الرجل اللي في العيله رفض، لكن ام الرجل هذا قالت له لا عادي خلوه يجلس عندنا، لكن بعد ما طردوا فراح على مصنع وجاب من مصنع بخاخ اسيد حمض كبريت ورجع عليهم وقعد يبخ فيهم، بخ عيونهم، بخ ذوب عيونهم، ذوب عيون اثنين وخلاهم عميان. عجوز يا حرام مسكينه كبيره بالعمر، عجوز بالنهايه. اوه شو اسمه؟ اوه الان انا عندي الماستر يمديني اطلع صح؟ اي عندي يمديني اطلع. فذبحهم وذبح ناس كثيرين، بس كان يسبب رعب مو طبيعي. اللعبه هذه يا اخي عرفت تسوي الوحوش كذا او البوسز اللي في اللعبه، خلتهم يعني اعطتهم كاريزما خاصه، يعني اعطتهم كذا الجنون اللي تحس البوس كذا غبي كذا تحسه طفولي مرعب بشكل غريب، يعني شكل ايام اول ممكن الان تشوفونه كذا مضحك، لكن ايام اول ترى كان مرعب جدا. ولا البوس الثاني ولا الثالث ولا الرابع، التنوع اللي فيها ترى مجنون جدا. اللعبه حرفيا انا اتمنى كابكوم اذا بتسوي ريميك تسوي ريميك الكلوك تاور 3 قبل داينو كرايسس وقبل حتى كود جيرونيكا، اذا اساسا لها ريميك. باختصار كابكوم عندها العاب رهيبه، بس ما ادري ما تسوي ريميك. عندهم جاد هاند، عندهم انتنج جراوند، عندهم كلوك تاور والكثير من الالعاب يعني. ف عن خيرك. فصراحة هذا نشبة وفيلم هندي. هذا الباب صراحة قطعيه عشان كتسين التقطيع مو تتقطعه، ولا كان خبزي راسي بالمطرقة اللي معه. ايوه نجي الان للغرفة اللي فيها السهم هذا. طبعا هذا السهم اخذته الريبيليانت اورو، اخذته نصيحه من يحيى كان معي امس في الحلقه، يقول لا تستخدم السهم هذا الا عند البوس الاخير.
فأنا حبيت أوصل نصيحته. أوكي الآن القصة كاملة اللي أنا قلت لكم جزئية منها فقط، شوفوها الآن قدامكم. Tell you something important. Daddy's going off to war. War? I hate the thought of leaving you here all alone. I feel dreadful. I'll be all right. But what about you? You'll miss me and be sad when you're in war, won't you? Yes, yes I will. You're the most precious thing to me in the whole world. But don't worry. Daddy, don't forget the piano concourse is on Christmas Eve. The winner will have their performance aired on the radio. I'll practice really hard and win the contest so that you can hear me when you're out in the war. That would be wonderful. The competition will be stiff, but if you go to your lessons and practice properly, I'm sure you can do it. I'll practice every day. I've already chosen the piece I'm going to play. Listen. You told me this watch was a present from Mummy before you got married, remember? I'll play this tune on Christmas Eve, so you can think of Mummy and me. Then it'll be like we're all together again. نعم، هذه القصة باختصار. البنت المسكينة عايشة ويا أبوها لحالهم، يعني أمها ميتة، فأبوها خلاص أخذوه للجيش عشان الحرب، فقالت له أنا أوعدك أني راح أتدرب وأخذ الأولى على 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 المسرح في القاعة، علشان الفائز راح يطلع في الراديو الموسيقى حقته. ولكن أنا عرفت يا أبتي وش راح أغني. عرفت وش كانت الأغنية حقتها؟ أخذتها من الساعة هذه اللي أمها إهدتها لأبوها، أخذت الاقتباس الموسيقي منها. لكن للأسف الأب مات في الحرب، وبرضو البنت صار في خطأ، والله نسيت وش هو، بسبب هذا الخطأ ما قدرت تأخذ الأولى وتسمع أبوها في الراديو. فيعني لا الأب نجح ولا البنت. قصة حزينة جدا يا أخي، والله جدا جدا حزينة. طبعا كل شابتر في اللعبة ما يخلونك تختم اللعبة إلا أن تفهم قصة الشابتر. الشابتر الأول حزين، لكن الشابتر الثاني أحزن وأحزن. الشابتر الثاني أعتقد إذا ما خاب ظني، وأعتقد ما في أحد يخالفني الرأي، هو أكثر شابتر في تكنيسات كثير في المقطع، أكثر شابتر حزين في اللعبة حرفيا. ممكن أنا أسلوبي في الطرح قبل شوي ما وضحت الشابتر بشكل عام، لأنه كنت ماخذ على عاتقي فكرة أني ما ودي أحرق لعبة نازلة 2002، تخيلوا. فممكن خربت القصة حقت الشابتر الثاني، لكنها جدا جدا حزينة، جدا حزينة يعني. وبالذات البوس اللي في الشابتر الثاني كان مرعب جدا. أدري في غرض وراي تركته، لكن إذا ما وصل المقطع ألف لايك ما ظنيت إني أصلا بختمها في القناة. فالمقطع أنا هذا ضامن راح يوصل فوق 2000 مشاهدة، فلو 2000 ذولي شخص كل واحد حط لايك ويوصل المقطع 2000 لايك ونختم اللعبة. أوعدكم حتى مترجمة، لكن إذا ما وصل مو حساف الغرض اللي صار ورا. الآن بعد ما فهمنا كل شيء في اللعبة في الشابتر هذا، نجي للحظة الحقيقية، لحظة الفايت مع السلج هامر رجل المطرقة، والانتقام للبنت وللكل ضحية ذبحها. أليسا أنا التالي. ها يلا، في ترى نظام اللعبة الآن جاجمنت، حساب للشخص هذا.
الشخص اللي ذبح ناس. فنظام الججمنت في اللعبه حلو، شوفوا نظام تقريبا يعطيك نظام فاينل فانسي كذا مع خليط يعني باختصار شديد. الان ندفع على القدره الخارقه حقتها. فيها قدره خارقه يا وليد؟ لا ما فيها قدره خارقه، بس انه شيء خارق معاها كان كنا نحسبه حنا بس علبه مويه. طلع لا، طلع هذا الشيء اللي امها خلته لها، لانه كانت امها يا اخي ذكيه، كانت عارفه انه بنتها ما راح تصمل لان عمرها 15 سنه، فخلت لها هذا الشيء المهم اللي هو السهم هذا القوس. جادجمنت يلا ورونا 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 نظام الجادجمنت يلا. بس اجهمه، ذابح 26 شخص عمره 486 سنة، أو صمل 486 سنة. جادجمنت تعال امسك بس. المشكلة ودي انه يضرب عشان اقدر اسوي اشحن البرق. البرق البرق لازم البرق يا رب. برق اي كويس خلاص. راحت عليك يا مسكين، راحت عليك يا مسكين. أليسا وير ار يو؟ راحت عليك يا حبيبي، راحت على الباب لمن راحت. طيب يمديه يقرب الحيوان احيانا. روح بس ارجع. طبعا اظل كذا انبط فيه لين اخذ الفينش، الحركه القاضيه. احتمال باي لحظه الان تجيني. خلاص جتني، مع السلامه. لكن بقولكم شيء عشان لا تستانسوا بحركه القاضيه هذه، ترى مو كل الزعماء تضبط عليهم حركه القاضيه. احيانا يبقى من هيلثه شوي، احيانا يبقى من هيلثه نص، احيانا يموت زي هذا، او غالبا بيموت هذا انا اذا ما خاب ظني. صح يموت، اي يموت، يولي في 60 داهية. خلاص وتخرج روحه الخبيثة. 486 سنة صامل يا المروح، بس ذابح 26 و 26. المهم على العدد هذا واخذنا اول قطعة من العقد حق امها. طبعا العقد حق امها له فوائد باللعبة. الفائدة الكويسة يعطيك اربعة، يعطيك زيادة حبة من المياه المقدسة. انا ما ادري اسميها مياه مقدسة ترى، ما ادري اذا هو اصلا اسمها كذا، هو هولي ووتر صح؟ اي هولي ووتر فعلا. وبكذا نكون خلصنا الشابتر الاول من لعبة كلوك تاور 3 اللي اتمنى يجي ريميك يا جماعة الخير. لكن قبل ما ننهي المقطع في باقي شيء، ننهي القصة بسلام بيسفولي. كيف تنهيها بسلام يا وليد؟ انت ما تبغى تشوف نهاية توم وجيري؟ في نهاية توم وجيري؟ نعم الحين اوريك، الحين اوريك نهاية توم وجيري. قصة رهيبة كلوك تاور 3، اتمنى من كل قلبي يصير لها ريميك. اتمنى من كل قلبي والله، اتمنى من كل قلبي ريميك يا كابكوم. يا جماعة الخير إذا في عندكم ألعاب قديمة حابين نلعبها اكتبوا ليها في التعليقات، يعني ذكروني فيها، أنا ممكن ترى ذاكرتي ضايعة، فاكتبوا لي ألعاب قديمة نجربها في القناة. شو رانا؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خليكم مع نهاية توم وجيري، نشوفكم إن شاء الله تعالى قريب من سلسلة قديمك نديمك. السلام عليكم. May, your father is dead. There was an explosion. A shell. I'm so sorry. Please don't cry. I understand how you feel. I never even knew my father. I lost him soon after I was born, but I love my grandfather just the way you love your father. Keep this watch as a memento of your father and continue to practice the piano as hard as you can. You know that would make him happy. May. Daddy!
Thank you, May. Your beautiful playing has brought me back to you. At last, we can be together again. Thank you, Alyssa. Thank you. Thank you. Goodbye, May. Goodbye, Mr. Norton. Goodbye. Goodbye. Thank you. Goodbye. Goodbye.